بكم في جولة أسبوعية جديدة لآخر أخبار العقارات من إنفستجيت، حيث نقدم لكم أسبوعياً ملخص عن أهم الأحداث في سوق العقارات المصري. أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي عن تلقي حوالي 20 طلباً من قبل عدة شركات المقاولات والتطوير العقاري للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصتها الأخيرة من مباني الدفعات العينية في مدينتي والموزعة على أكثر من 1.1 مليون متر مربع. اندلعت مظاهرة في بورسعيد بعد أن قال عدد من المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي أن تم مطالبتهم بدفع 48 ألف جنيه كدفعة مقدمة لحجز الوحدة السكنية بدلا من المبلغ المحدد مسبقا وهو 10,000 جنيه، وأكد محافظ بورسعيد أن المطلوب هو دفع 10,000 جنيه فقط. قدمت الجمعية المصرية لتقييم العقارات مشروع قانون جديد للتقييم العقاري إلى مجلس النواب لمراجعته. كان هذا ملخص إنفستجيت عن سوق العقار المصري لهذا الأسبوع. نتمنى لكم يوما سعيد ونراكم الأسبوع المقبل.